اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، الحلقه 834 في حضره الاميره. هذه الاميره التي استعصت على الاهلي في الموسم الماضي جاءت اليوم لتكون في حضره جماهير الاهلي وبعد انجاز كبير. الف مبروك يا باشمهندس. الحمد لله، فضل من عند ربنا. واذا كان شعار الامس ال11 يا اهلي، فمنذ يعني انطلاق صافرة النهاية اليوم والأيام القادمة ال12 يا أهلي، وإحنا عايشين في هذه الديلمة عشان من غيرها ممكن ننسى أهدافنا. الحقيقة كان فعلا ليلة عظيمة جدا، أعتقد مع الأهلي العالم يهنئ. ده العنوان العريض لحلقة الليلة اللي جاية في توقيت قلت لكم إنه في حضرة الأميرة وفي ظل إنجاز كبير استحق معه الأهلي على هذا الإنجاز وهذا النجاح الكبير تهنئة فخامة السيد رئيس الجمهورية. إيه حكاية إن الكاس أصر؟ هنأ السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11 ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. تهنئة لها معناها وقيمتها، وتشعرك بأن ما يفعله النادي الأهلي، لا هو بيترجم صح لدى قياداته، وشايفين الجهد الذي يبذل، وكمان مبادراته السريعة دي مهمة جدا. التوقيت يا أستاذ إبراهيم إنك تشعر الناس إنك عايش معاهم. هذا التفاعل اللحظي بيدي قوة دافعة جدا للإنسان أن يضاعف من جهده وإنه يفعل مستحيل من أجل بلده. تهنئة نشكر عليها سيادة الرئيس، جاءت في توقيت، و كل اللي جه بعديها هو يعني تداعيات وارهاصات لهذه التداعيات، مش ارهاصات، لهذه التهنئه اللي بتخلينا نشعر بمزيد من المسؤوليه. اتحدث عن النادي الاهلي وعن جماهيره وعن كل محبيه ولاعبيه واجهزته واعضائه، نشعر بمزيد من المسؤوليه تجاه هذا الوطن العظيم، وربنا يوفق. لكن انت ايه حكايه ان الكاس اصر ينزل، ها، ويجي يحضر معاك في هذا البرنامج اول طله له؟